السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين الأول من سلسلة تمارين دالة اللوغاريتم النبيري. في التمرين الأول غنحاول نتكلم على الخاصيات الجبرية، إذا تمرين تطبيقي في الخاصيات الجبرية. إذا نحاول نشوف أهم الخاصيات الجبرية. إذا نأخذ X و Y عددان حقيقيان موجبان قطعا، الآلان ديال الجداء ديال جداء عددين ln X مضروب في Y كيساولنا الالين ديال اكس زائد الالين ديال اكريك. اذا هنا دائما عددان موجبان، في حالة الا كان العددان يعني ممكن يكون العددان سالبا بجوج، فهاد الحالة كنديرو القيمة المطلقة، لان جداء عددا سالبا هو عدد موجب. مثلا الالين ديال ناقص 3 في ناقص 2، هاد الكتابة راه ممكنة لان الجداء موجب. إذا هو الالين ديالاش ديال القيمة المطلقة ديال ناقص 3 مضروب في الالين أو زائد الالين ديال القيمة المطلقة ديال ناقص 2، أي الالين ديال 3 زائد الالين ديال 2. الالين ديال إكس على إكريك، إذا هو الالين ديال إكس ناقص الالين ديال إكريك، الالين ديال البسط ناقص الالين ديال التعبير اللي كاين في المقام. الالين ديال 1 على اكس، اذا هو الالين ديال 1 ناقص الالين اكس، والالين ديال 1 هو 0. الالين ديال اكس اس ار، مع ار كتنتمي لكيو ايطوال، اي عدد حقيقي او عدد جذري غير منعدم. اذا كيساوينا هو ار الالين ديال اكس. طيب بحال هنا اكس موجب، في حالتي الا كانت اكس ما كنعرفش الاشاره ديالها، اذا هنا خصني ننتبه. الا كان عندنا ار عدد زوجي مثلا بحال جوج، فكتساوي لنا جوج الالين ديال القيمه المطلقه ديال اكس. الا كانت موجبه راه ما كنديرش القيمه المطلقه، ولكن اللي كنت ما كنعرفش الاشاره فخصني ندير القيمه المطلقه، لان ما بداخل الالين دائما هو عدد موجب قطعا. الالين ديال جذر اكس، اذا الالين ديال جذر اكس هو الالين ديال اكس، جذر اكس يمكن لي نكتبها على شكل اكس اس واحد على جوج، اذا هو واحد على جوج بتطبيق هاد القاعدة هذه الالين ديال اكس. الالين ديال جذر اكس من الرتبة ان، اذا نفس الفكرة، الالين ديال جذر اكس من الرتبة ان، اذا هو الالين ديال اكس، اذا جذر اكس من الرتبة ان يمكن لي نكتبها على شكل واحد على ان، اذا هي واحد على ان الالين ديال اكس. الآن ندوزو الأول عملية. إذا غادي نقومو بتبسيط هاد الكتابات. إذا عندنا الألين ديال جذر 3 زائد الألين ديال 6 ناقص الألين ديال 9 تساوي ماذا؟ إذا الألين ديال جذر 3، جذر 3 هو 3 أس 1 على 2 زائد 6، يمكن لي نكتبها هي الألين ديال 3 مضروبة في 2 ناقص، و 9 راه هي 3 أس 2، إذا 3 في 3، إذا هي ناقص 3 الألين ديال 3 أس 2. إذا الألين ديال 3 أس 1 العدد، إذا هو 1 على 2 الألين ديال 3 زائد عندنا الألين ديال أ في بي، هو الألين أ زائد الألين بي، إذا الألين ديال 3 زائد الألين ديال 2 ناقص الألين ديال جوج الين ديال 3. اذا عندنا الالين ديال 3 ناقص جوج الين 3، يعني 1 ناقص 2 هي ناقص الين 3، يعني 1 على 2 ناقص الالين ديال 3. شحال هي 1 على 2 ناقص الين 3؟ اذا 1 على 2 ناقص الالين ديال 3، يعني هو ناقص 1 الالين ديال 3، اذا هي ناقص، كنا نوحدوا المقامات، يعني هي ناقص 1 على 2 الالين ديال 3. اذا ناقص 1 على 2 الالين ديال 3 زائد الالين ديال 2. اذا هذا هو التبسيط ديال الكتابه. الان عندنا الالين ديال 8 زائد الالين ديال جذر 2 من رتبة 3 ناقص الالين ديال 16، اذا 8 راه هي 2 في 2 في 2، اي 2 اس 3، إذا الألين ديال جوج أس 3.
جذر جوج مرتبة ثلاثة هي الآلين ديال اش؟ ديال جوج أس واحد على ثلاثة. ستاش هي جوج في جوج في جوج في جوج، يعني في أربعة المرات، يعني هي جوج أس أربعة، يعني الآلين ديال جوج أس أربعة. إذا نطبقوا عليهم القاعدة، ثلاثة الآلين ديال جوج ديال جوج زائد واحد على ثلاثة الآلين ديال جوج ناقص أربعة الآلين ديال جوج. إذا ثلاثة ناقص أربعة هي ناقص واحد الآلين جوج، يعني ناقص آلين جوج زائد واحد على ثلاثة الآلين ديال جوج. إذا عندنا ناقص واحد زائد واحد على ثلاثة. إذا بعد توحيد المقامات بحال اللي عندنا هنا، ناقص ثلاثة على ثلاثة، يعني ناقص ثلاثة زائد واحد هي ناقص جوج على ثلاثة آلين ديال جوج. العملية المولية، عندنا الآلين ديال جذر جوج زائد واحد لكل أس 2009 زائد الآلين ديال جذر جوج ناقص واحد لكل أس 2009. هنا خصني نتابع الأس، كيكون عندنا الآلين ديال إكس أس اتنان والآلين ديال الآلين كاري ديال إكس. إذا هنا كيكون عندنا الآلين ديال إكس أس اتنان، فالأس ديال من ديال إكس، فهاد الحالة الأس ديال الآلين. هنا بحال عندنا الآلين ديال إكس مضروبة في الآلين ديال إكس. إذا هنا غنطبق عليهم القاعدة. إذا عندنا 2009 الآلين ديال اش؟ ديال ار ديال اكس، اي ديال جذر جوج زائد واحد، زائد الآلين او 2009 الآلين ديال جذر جوج ناقص واحد. إذا هنا عندنا عامل مشترك، نعمل بألفين وتسعود، كيبقى لنا الآلين ديال جذر جوج زائد واحد زائد الآلين ديال جذر جوج ناقص واحد. إذا 2009 عندنا الآلين ديال إكس زائد الآلين ديال إيكغريك، هي الآلين ديال إكس في إيكغريك. إذا الآلين ديال جذر جوج زائد واحد مضروبة في جذر جوج ناقص واحد. إذا عندنا متطابقة هامة، أ زائد بي مضروبة في أ ناقص بي، يعني هي أ مربع ناقص بي مربع. إذا 2009 الآلين ديال جذر جوج أس اتنان ناقص واحد أس اتنان، يمكن ندير خلاص. إذا هنا 2009 الآلين، إذا جذر جوج أس اتنان هي واحد ناقص، إذا هي جوج عفوا، إذا الأس كتمشي مع الجذر ناقص واحد. إذا هي 2009 الآلين ديال واحد، والآلين واحد هو صفر، أي هي 2009 في صفر أي تساوي صفر. عندنا الآلين كاري ديال جوج ناقص جذر إكس ناقص الآلين كاري ديال جوج زائد جذر إكس. إذا هنا المربع راه ديال الآلين ماشي ديال التعبير، وبالتالي هنا مكتوب على شكل أ مربع ناقص بي مربع، شكل متطابقة هامة. إذا تساوي الآلين ديال جوج ناقص جذر ثلاثة ناقص الآلين ديال جوج زائد جذر ثلاثة. إذا أ ناقص بي، عامل أ زائد بي، الآلين ديال جوج زائد جذر ثلاثة زائد الآلين ديال جوج هنا ناقص جذر ثلاثة. إذا عندنا الآلين ديال أ ناقص بي هو الآلين ديال أ على بي. إذا هاد التعبير هذا يمكن نكتبوه بشكل الآلين ديال جوج ناقص جذر ثلاثة على جوج زائد جذر ثلاثة مضروبة. الآلين ديال أ زائد بي هو الآلين ديال أ في بي، الآلين ديال جوج ناقص جذر ثلاثة مضروبة في جوج زائد جذر ثلاثة. إذا هاد التعبير يمكن لي نستعمل المرافق إلا بغيت نبسط الكتابة. إذا هو الآلين، إذا المرافق غادي نضرب في المقام
في جوج ناقص جذر 3، إذا جوج ناقص جذر 3 مضروبة في جوج ناقص جذر 3 على جوج زائد جذر 3 في جوج ناقص جذر 3. إذا ضربنا في المرافق ديال المقام، المرافق لمقام، المقام كانت عندنا جوج زائد جذر 3، المرافق ديالو هو جوج ناقص جذر 3. إذا مضروبة، هنا عندنا متطابقة هامة، هشكل أ زائد بي في أ ناقص بي. إذا هي الألان ديال من ديال أ مربع ناقص بي مربع، أي جوج مربع ناقص ثلاثة جذر ثلاثة مربع. إذا الألان غادي نبسطو، عندنا متطابقة هامة الفوق، إذا جوج جوج هي أربعة، جوج هي ناقص جوج جذر ثلاثة أي ناقص أربعة جذر ثلاثة، وناقص جذر ثلاثة في ناقص جذر ثلاثة هي زائد ثلاثة على أربعة ناقص جذر ثلاثة أس اثنان، لأن متطابقة هامة هي اثنان أس اثنان هي أربعة، ناقص جذر ثلاثة أس اثنان مضروبة في ألان ديال أربعة ناقص ثلاثة. إذا أربعة ناقص ثلاثة راه هي واحد. إذا هنا غتكون عندنا الألان ديال هاد التعبير هذا كامل مضروب في الألان ديال واحد، والألان ديال واحد راه هو صفر، وبالتالي تساوي صفر. عندنا الألين ديال جذر أو ناقص ثلاثة الألين ديال أو مربع زائد الألين ديال جوج أو زائد الألين ديال واحد على أو. إذا الألين أو جذر أو هي أو أس واحد على جوج ناقص، إذا هنا عندنا ثلاثة مضروبة الألين ديال أو مربع، الألين ديال إكس مربع هي ار ln x، اذا اولا ln ديال x اس ار هي ار ln x، اذا جوج ln ديال او زائد هنا عندنا جداء، اذا هي ln ديال جوج زائد ln ديال او، هنا عندنا واحد على او، اذا هي ناقص ln ديال او. اذا عندنا هنا ln او ناقص ln او بشات، إذا هنا عندنا واحد على جوج ألين أو، ألين أو كنعرف هي واحد، إذا ناقص ثلاثة في جوج هي ناقص ستة زائد الألين ديال جوج، إذا واحد على جوج ألين أو راه هي واحد ناقص ستة زائد الألين ديال جوج، إذا واحد على جوج ناقص ستة راه بحال عندنا ستة راه هي 12 على جوج، إذا هي ناقص 11 على جوج زائد الألان ديال جوج. الآن عندنا آخر تعبير، إذا عندنا جوج الألان ديال جذر 3 على جذر جوج ناقص الألان ديال أو على جوج ناقص زائد الألان ديال جذر أو من رتبة 3، إذا جوج الألان، إذا هنا عندنا جذر 3 على جوج راه هي جذر 3 على جوج ناقص، إذا عندنا ln أو على جوج، إذا ln إكس على إكغيك، إذا ناقص ln ديال أو ناقص ln ديال جوج زائد، إذا الجذر ديال أو من رتبة 3 هي واحد على 3 ln ديال أو، إذا جوج عندنا الجذر ديال 3 على جوج يعني هي واحد على جوج الألان ديال 3 على جوج، بقى ليها هاد التعبير هذا ناقص الألان ديال أو هي واحد واحد، إذا ناقص ناقص الأقواس مسبوقة بعلامة ناقص يعني إشراف تبدل، ألان جوج زائد واحد على 3 الألان ديال أو هي واحد، إذا جوج مضروبة في واحد على جوج كنختصلو بجوج كيبقى لنا الألين ديال 3 على جوج هي الألين ديال 3 ناقص الألين ديال جوج زائد الألين ديال جوج ناقص واحد زائد واحد على 3، إذا هي ناقص جوج على 3، إذا مشات الألين جوج مع ناقص الألين جوج بقات لنا الألين ديال 3 ناقص جوج على 3.